السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في كل عمل يريد الإنسان أن يقوم به في هذه الحياة يحتاج إلى توفر عناصر ثلاثة. العنصر الأول هو عنصر الهدف، والعنصر الثاني هو عنصر الطريق أو أسلوب العمل، والعنصر الثالث هو عنصر القيادة. فإذا توفرت هذه العناصر وقام الإنسان بأي عمل فإن ذلك العمل سيأخذ مداه وسيحقق هدفه. وإذا لم يتوفر أي عنصر من هذه العناصر فإن العمل سوف لا ينتهي إلى الهدف المطلوب. وبالنسبة إلينا كمسلمين، الهدف الأول والأخير في أي عمل إسلامي يلزم أن يكون والله سبحانه وتعالى. فالعمل الإسلامي الصحيح هو الذي يكون هدفه الله ولا شيء سواه، كما يقول القرآن الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فالموعظة الوحيدة لله هي أن يقوم الأفراد والجماعات لله سبحانه وتعالى، وأن يكون عملهم خالصا له. هذه هي موعظة الله الوحيدة إلى المسلمين: قل إنما أعظكم بواحدة، أي الموعظة الواحدة التي تلخص كل مواعظ السماء وكل توجيهات الأنبياء. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أن يكون قيامكم وعملكم لله وحده، سواء كان عملكم عملا فرديا أو عملا جماعيا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إذن فالهدف في أي عمل إسلامي هو الله سبحانه وتعالى. وأما الطريق وأما أسلوب العمل فهو التقوى. وإذا أردنا أن نقف قليلا على كلمة التقوى يلزم علينا أن نستعين ببعض الأمثال. ربما يسير أحدنا في طريق معبد وفي طريق مستقيم وفي طريق لا يشكو من المرتفعات والمنخفضات، فإن هذا الإنسان ينطلق وبقوة في اتجاه هدفه. أما إذا كان الإنسان يمشي في طريق شائك، في طريق يشكو من المرتفعات والمنخفضات، في طريق فيه الكثير من المنعطفات، في طريق يشكو من الألغام والكمائن، وهو يهدف الوصول إلى هدف معين لإنجاز مهمة كبرى، في مثل هذه الحالة سوف ترون هذا الإنسان ينقل خطواته وينقل نظراته بأقصى دقة وحذر
حتى لا يصطدم بلغم، حتى لا يقع فريسة مكمن، حتى لا يتهور من أعلى إلى أسفل. فالتقوى هو هذا الحذر في العمل، أن يسير الإنسان في أي طريق يسير حذرا إلى أبعد حدود الحذر، لأن كل طريق في دنيا الناس طريق شائك لا يمكن الاسترسال فيه. التاجر الناجح في تجارته هو التاجر الذكي الحذر الذي يزن كل تصرفاته بموازين دقيقة. والسياسي الناجح هو الذي ينظم كل أعماله بحذر ودقة. والعسكري الناجح هو الذي يقدر كل كلمة وخطوة منه بأقصى الحذر الممكن. فالإنسان الحذر في تصرفاته هو الإنسان الناجح، والإنسان اللامبالي غير الحذر هو الإنسان الفاشل في أي عمل كان وإلى أي هدف يرمي. التقوى هو هذا الحذر، هو أن يكون الإنسان في كل تصرفاته في أقواله وأعماله حذرا إلى أبعد حدود الحذر. والله سبحانه وتعالى حيث أرسل شريعة تستوعب كل حياة الإنسان وتنظم كل تصرفات الإنسان من أقواله وأعماله وتنظم خطرات الفكر عند الإنسان، يكون تقواه والحذر منه سببا للنجاح في أي عمل يريد الإنسان. تقوى الله هو يؤدي إلى الحذر في الأعمال التجارية وفي الأعمال الاقتصادية على العموم وفي الأعمال السياسية وفي الأعمال الاجتماعية وفي الأعمال العسكرية وفي الأعمال الفكرية وفي كل عمل يمكن أن يقوم به إنسان في حياته. إذن فالتقوى هو الحذر المتناهي في كل كلمة وفي كل عمل يمكن أن يقوم به الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، احذروا الله، واعلموا أن الله ومقاييس الله في الكون سوف تؤاخذكم وسوف تعاقبكم على أدنى غياب عن الله وعلى أدنى زلة في الحياة. إذن فتقوى الله في أي عمل مهما كان نوع العمل يعني الانسجام مع المقاييس الكونية التي قدرها الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الكون. فتقوى الله يؤدي إلى كون العمل ناجحا. هذا هو الأمر الثاني أو العنصر الثاني، الهدف وهو الله، والطريق وهو تقوى الله. أما العنصر الثالث وهو العنصر القيادي، وكونوا مع الصادقين. الناس في الحياة على قسمين، إنسان صادق في عمله وإنسان كاذب في عمله. كل إنسان يقوم بأي عمل يمكن أن يكون صادقا أي معبرا عن الواقع، ويمكن أن يكون كاذبا أي معبرا عن خلاف الواقع. الإنسان الذي يعرض بضاعة معينة للبيع ويصف هذه البضاعة بغير واقعها إنسان كاذب، والإنسان الذي يتصدى لعمل لم يؤهل لهذا العمل إنسان كاذب، والإنسان الذي يتظاهر بمظهر ليس فيه ولا يسنده رصيده من الواقع هذا الإنسان كاذب. الذي يتصدى للقيادة وقد توفرت فيه عناصر القيادة هذا الإنسان صادق في قيادته
والذي يتصدى لقيادة ليست له إنسان كاذب في قيادته. فيقول الله كونوا مع القادة الصادقين في قيادتهم. وإذا أردنا أيضا أن نتوقف قليلا على كلمة القيادة، نستطيع أن نقول إن القيادة هي أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلق الكون والحياة والإنسان، ومن حقه أن يقود الناس إلى الهدف الذي خلقهم من أجله. فالقيادة قيادة الله قيادة ذاتية تستند إلى كون الله خالق الكون والحياة ورازق البشر الذي بدأ مبدأهم منه وسيكون مصيرهم إليه. أما بعد الله فإن القيادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي نبي في زمانه، لآدم في زمانه، ولشيث في زمانه، ولإبراهيم في زمانه، ولموسى وعيسى عليهما السلام في أزمنتهما، وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم. منذ مبعثه وإلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن كل نبي انعكاس لله على الأرض، كل نبي يعبر عن الله في خلقه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فالنبي معبر عن الله، كان خلقه القرآن. فللقرآن صيغتان، صيغة شفوية ومكتوبة، هذه الصيغة تتجسد في القرآن الموجود بين الدفتين، وصيغة بشرية أو تجربة بشرية تتجسد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان القرآن الكريم ما بين الدفتين القرآن الصامت، وكان النبي الأكرم القرآن الناطق. إذن قيادة الله تنعكس على شخص النبي، لأن النبي انعكاس طبيعي لإرادة الله، فله ما لله من الحق في قيادة البشر. أما بعد النبي فإن النبي أوصى بخلفائه الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، وعينهم قادة للبشرية جمعاء إلى يوم القيامة. فكانت قيادة الأئمة الطاهرين وراثة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويلاحظ أن القيادة في أيام النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام كانت قيادة مركزية، بمعنى أن القيادة لله، وبتوكيل وتخويل من الله للنبي، للشخص المعين الذي اسمه محمد بن عبد الله. لو أراد إنسان أن يقول أنا مسلم ولا أتبع النبي محمد، يعتبر إسلامه زيفا وباطلا. لماذا؟ لأن الله خول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم القيادة العامة للبشرية جمعاء، فلا يمكن الاستغناء عن قيادة النبي والإبقاء على الإسلام، أي لا يمكن الفصل بين أوامر الله وقيادة النبي. أوامر الله وقيادة النبي كلها تتلخص في إرادة الله التي يكون تجاوزها كفرا بالله. فمن قبل بالإسلام ورفض النبي لا يعتبر مسلما ولا يعتبر مؤمنا. إذن كانت القيادة مركزية ترتكز في شخص معين. ومن بعد النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام انتقلت القيادة إلى شخص واحد معين بالاسم والمواصفات، هو الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فكما لا يمكن قبول الإسلام ورفض النبي في عهده،
كذلك لا يمكن قبول الإسلام ورفض الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام في عهده يمثل إرادة الله كما كان النبي في عهده يمثل إرادة الله في الأرض. ومن بعد الإمام أمير المؤمنين كذلك بقيت القيادة مرتكزة في شعب بالتتابع إلى أن انتهت إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد غيبة الإمام المهدي، في نهاية الغيبة الصغرى، فإن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أصدر إلى شيعته بيانا. هذا البيان يسمى في مصطلح الحديث بالتوقيع، أي رسالة موقعة بتوقيعه الشريف. أصدر الإمام المهدي توقيعا إلى شيعته يقول بلا مركزية القيادة. كانت القيادة مركزية فأصبحت في الغيبة الكبرى لا مركزية. أعطى مواصفات معينة وقال من توفرت فيه هذه المواصفات يصلح قائدا للشيعة في كل زمان وفي كل مكان. لا ترتبط القيادة إذن بشخص معين واسم معين ولا بمكان معين ولا بأية خصوصيات شخصية. القيادة تبقى حسب مواصفات موزعة على كل من تتوفر فيهم هذه المواصفات. فقال في توقيعه الشريف من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. في توقيع آخر يقول فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله أو وأنا حجة الله عليهم. معنى ذلك أن القيادة تدور مدار المواصفات لا مدار الأشخاص، فكل من تتوفر فيه هذه الصفات يصلح أن يكون قائدا للأمة. إذن في فترتنا هذه، وهي فترة الغيبة الكبرى التي نعيش فترة القيادات اللامركزية، في هذه الفترة لو أردنا أن نضع الآية الشريفة التي قرأناها موضع التنفيذ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الهدف هو الله والتقوى هو الطريق والقيادة الصادقة هي قيادة الفقهاء المراجع. فأي عمل كان بقيادة الفقهاء المراجع كان عملا صحيحا تتوفر فيه العناصر الثلاث التي هي مؤهلات النجاح. وأي عمل لم يكن بقيادة الفقهاء المراجع مهما كانت مواصفاته ومهما كان الداعون إليه ومهما كان العاملون له، فإن هذا العمل لا يمكن اعتباره عملا إسلاميا بشكل من الأشكال. وعندما نعرض أوضاعنا وأوضاع بلادنا على هذه الآية الكريمة تبرز أمامنا بلاد وشعوب. بلاد أخذت بهذه الآية فنجحت وتقدمت، وبلاد لم تأخذ بهذه الآية الكريمة فانهارت أو هي في طريقها إلى الانهيار. ثورة الشعب الأفغاني الثائر على النظام المفروض عليه بالحديد والنار. ومما يذكر أن بوادر الثورة وطلائعها ظهرت من المناطق التي تؤمن بلا مركزية الإمام المهدي وتؤمن بالقيادة المرجعية. فكما سمعتم في هرات، وهي مدينة مؤمنة كاملة الإيمان، مدينة موالية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه الثورة ستنجح بإذن الله. لماذا؟ لأنها ثورة إسلامية بمعنى الكلمة، وثورة توفرت فيها العناصر التي ذكرناها. كل فرد يخرج إلى الشارع
لأنهم يرون أن علماءهم أمروا بذلك. كل فرد يضحي بماله لأنه يرى أن علماءه يقول بجواز صرف الوجوه الشرعية في الثورة الأفغانية. كل فرد ينطلق من هذا المنطلق، فلذلك من الطبيعي أن تنجح هذه الثورة، وعلينا كأفراد وعلينا كمؤمنين ومسلمين، علينا اليوم أن نعتبر أنفسنا مشاركين في الثورة الأفغانية. أنا أعرف ومن الحوزة الزينبية بالذات عددا من الطلاب والمدرسين ذهبوا إلى أفغان للمشاركة في قيادة الثورة، لأن هذه الثورة تخصهم في الدرجة الأولى باعتبارهم رجال دين قبل أن تخص أي فرد آخر. فعلينا أن نشارك في هذه الثورة من خلال الإعلام ومن خلال التفكير ومن خلال التشجيع قدر ما نستطيع، لأن نتائجها ستنعكس علينا. فإذا نجحت تلك فقد نجحنا نحن جميعا، وإذا فشلت لا تمح الله، وهي سوف لا تفشل بإذن الله، فإن فشلها يعتبر فشلنا جميعا. ولكن ومع الأسف هنالك تجارب معكوسة، تجارب كانت فيها تضحيات، كانت فيها دماء، كانت فيها أرواح. هذه التجارب لم تتوفر فيها العناصر السابقة الذكر، لذلك فشلت أو هي في طريقها إلى الفشل. نذكر النموذج الأول في لبنان، التجربة اللبنانية، حرب مستمرة منذ 4 سنوات، آلاف من الشباب والشيوخ تساقطوا، والمليارات من الأموال هدرت. هل وصلت الثورة أو الحرب إلى أي هدف مقدس أو غير مقدس؟ كلا، لم تصل ولن تصل إلا إذا توفرت فيها العناصر السالفة الذكر. لماذا؟ لأن قسما من الناس الذين حملوا السلاح في الشوارع باعوا أنفسهم سلفا باتجاهات معينة، هربوا دماءهم إلى عواصم بعيدة عن بلادهم، تعاونوا مع جبهة وتعاونوا مع الأحزاب ومشوا في القيادات المنحرفة، فلذلك فشلوا حتى الآن وسوف يفشلون ما لم يغيروا واقعهم. وقد سمعتم وكلكم تعرفون كما أعرف أن سماحة الإمام الصادق سهل الله أمره حاول أن يقودهم القيادة الصالحة الصحيحة، فأجمعوا عليها حتى أخفوا صوته. لماذا؟ لأنهم انطلقوا من غير المنطلق الصحيح، لأنهم أرادوا المطامع الشخصية، لأنهم حاربوا في سبيل الذات وحاربوا في سبيل أهداف المستعمرين، ففشلوا وحق عليهم الفشل، وحقت عليهم اللعنة، وحقت عليهم كلمة العذاب، لأن الهدف لم يكن هو الله سبحانه وتعالى، ولأن التقوى لم يكن هو الطريق، ولأن القيادة الإسلامية الصحيحة لم تكن هي المتبعة. كانت القيادة ولكن ما كانوا يتبعونها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وسوف ينحدرون أكثر فأكثر إلا إذا اتجهوا إلى الله، واتجهوا بالتقوى، واتجهوا بالقيادة المرجعية، فإنهم سوف ينجحون بإذن الله. فالنجاح ليس محتكرا على شعب دون شعب، وإنما يكون عندما تتوفر عناصره الصحيحة السليمة. وهنالك تجربة أخرى هي التجربة التي أثارت مشاعركم وعواطفكم مع مشاعر وعواطف جميع المسلمين في الأرض، هي تجربة السادات التي حاول من خلالها أن يبني مجده على دماء مئات الألوف من الضحايا الذين قدموا أنفسهم على مذابح فلسطين. فلسطين أرض مغتصبة، هنالك عدو مغتصب اسمه اليهود أو إسرائيل أو الصهيونية. هذا العدو اغتصب أرضا إسلامية وتوسع في تلك الأرض،
اغتصب الأرض في عام 48 وتوسع في عام 67. استرجاع أي جزء من هذه الأجزاء أو أي قطعة من هذه القطع لا تجعل إسرائيل شرعية. إسرائيل وجود لا شرعي في منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل لم تكن ثم كانت بقوة بريطانيا سابقا ثم بقوة الولايات المتحدة أخيرا. فإسرائيل عدو فرض على أرض إسلامية. هذا الاعتداء لم يتم ولن يتم إذا انسحبت إسرائيل من سيناء أو حتى من جميع الأراضي المحتلة عام 67. وطالما الاعتداء باق ولم ينته فإن الظلم باق، وطالما الظلم باق فهذا الوجود غير شرعي يلزم محاربته. إسرائيل طالما هي موجودة على أي أرض إسلامية، سواء أكان اسمها سيناء أو أكان اسمها الجولان أو أكان اسمها الضفة والقطاع أو أكان اسمها فلسطين، فإن إسرائيل ستكون لا شرعية. وإن الدخول مع العدو اللا شرعي في أي مفاوضات وفي أي حوار يكون حوارا أو مفاوضة على حساب الحق الإسلامي في البلد الإسلامي، وهذا حساب سوف ينتهي إلى ما انتهى إليه السادات، وسوف يصل إلى أبعد من ذلك. إنما عمله السادات في هذه الأيام وفيما سبقها إنما طعن نفسه في الدرجة الأولى، فإن الشعب المصري شعب مسلم سوف يعود إلى إعلان حقه وسوف يتخلص من السادات كما تخلصت شعوب كثيرة من الحكام الكثيرين المنحرفين المجرمين. وإذا سار ولا سمح الله أي بلد عربي في هذا الطريق فإن النظام يرشح نفسه للسقوط وللهزيمة. كلنا نذكر وكلكم تذكرون بمقتضى أعمارنا أنه عندما وقعت الأنظمة العربية على معاهدة الهدنة، والهدنة فقط لا الاعتراف ولا أكثر من ذلك، عندما وقعت الأنظمة العربية في تاريخ 48 رشحت كل الأنظمة أنفسها للانهيار، وقد تساقطت الحكومات العربية بعد ذلك الواحدة تلو الأخرى كما تتساقط حبات التين الناضجة في موسمها. وإذا سارت الأنظمة العربية في هذا اليوم وبعد هذا اليوم في اتجاه إصباغ الشرعية على إسرائيل فإن هذه الأنظمة ستتساقط كما تتساقط أوراق الخريف لا شك. فلذلك يعتبر ما تحقق في هذا اليوم خروجا على الشرعية الإسلامية من أجل إصباغ الشرعية على وجود لا شرعي في هذه المنطقة. هذه التجارب الفاشلة كلها لماذا؟ لأن القيادة تتجسد في رجل، ما اسمه؟ ليس المهم اسمه، سواء أكان اسمه السادات أو أكان اسمه زيد أو أكان اسمه عمرو، المهم أن هذا الرجل ليست له حق القيادة وصلاحية القيادة من قبل الله سبحانه وتعالى. لماذا يحكم بلدا وشعب لمجرد أنه ثار في يوم من الأيام؟ هذا المنطق المفلوج الفاشل. إذا كان قد ثار وإذا كانت ثورته بحق فإن له حق مجاهد واحد في الأمة الإسلامية لا أكثر. هل كل مجاهد له حق الحكم والسيادة كيفما يريد؟ كلا. الإنسان الذي ليس مخولا من قبل الله في القيادة إذا تصدى للقيادة فإن مجرد تصديه للقيادة انحراف عن الإسلام،
وإقرار قيادته انحراف آخر عن الإسلام. هذه الانحرافات التي بدأت بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي التي أدت وتؤدي خلال التاريخ وحتى اليوم وبعد اليوم إلى هذه الهزائم المتلاحقة على الهيكل الإسلامي. لماذا؟ لأن القيادة انحرفت، ومتى انحرفت القيادة لا يبقى أو لا تبقى هنالك ركيزة يمكن الاعتماد عليها. ونحن بدورنا وفي أعمالنا علينا إذا أردنا النجاح في مجالاتنا الفردية أو في مجالاتنا الاجتماعية أو في مجالاتنا الوطنية أن نلتزم بهذه العناصر الثلاث: الهدف المقدس، الطريق، التقوى، القيادة المرجعية. قد تقولون كيف يمكن القيادة المرجعية في المكتب؟ كيف يمكن القيادة المرجعية في التجارة؟ كيف يمكن القيادة المرجعية في سائر الأعمال التي يقوم بها الأفراد والجماعات؟ نقول: أولا تتذكرون نظام التقليد؟ إن نظام التقليد يمد جذور القيادة المرجعية إلى المحراب، كما يقود جذور القيادة المرجعية إلى المتجر وإلى المعمل وإلى الحقل وإلى كل مجالات الحياة على حد سواء، كما تكون في المجالات الوطنية والثورية وإلى آخر ما هنالك. إذن علينا أن نلتزم بهذه العناصر الثلاث حتى يكتب الله لنا النجاح في كل مجالاتنا الفردية والاجتماعية والوطنية على حد سواء. إنه ولي التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة دينه وأوليائه، وأن يجعلنا من الذين عملوا التقوى واتبعوا الصادقين، ببركة الصلوات على محمد وآله.